أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو خطر القول في أن القرآن مخلوق؟ وهل صاحب هذا القول يريد أن يحارب الدين؟ نعم، يريد أن يقول أن القرآن ليس كلام الله، فيعطل الله من الكلام ويصفه بالنقص. هذه ناحية. الناحية الثانية أن يقول هذا القرآن قول بشر، مثل ما قال الوليد بن المغيرة: إن هو إلا قول البشر. وهذا كفر بلا شك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.